محمد العفاس، مدير تجاري بوكالة أسفار عطية ترافل. عطية ترافل هي تسمى مولود جديد في عالم السياحة، طبعا بالضبط عام نجم نقوله. حطينا أهداف قدامنا نخدم عليها، من أهم الأهداف بطبيعة الحال هي تقديم أحسن الخدمات للحرفاء اللي مش تكون موجودة هنا في عطية ترافل. الخدمات متاعنا بطبيعة الحال تتكون من المرشي لوكال متاعنا بطبيعة، تتكون من الديفواياج أورغانيزي توسكي أوت جوينغ وتوفير جميع الخدمات. وبالنسبة للسيزونسنا بطبيعة تو التونسي معناها أكثر حاجة، ولا ما عادش يخمم برشا على المرشي لوكال متاعنا ولا يحب يخرج برشا. احنا سنا عملنا حاجة سبيسيال برشا بلايس كيما أنتاليا كيما مصر كيما تايلاندا كيما المغرب كيما إسبانيا، عملنا أسعار معناها خاصة فيها دي بروموسيون إن شاء الله مش تعجب الناس الكل اللي جايين نهبطوا فيهم على الباج الفيسبوك متاعنا. وبخلاف السوم الباهي والأسعار الباهية فما فاسيليتي دو بايمون، معناها نجمو نجيو على 4-5 حتى 6 مرات معناها على حسب الوضعية متاع الحريف. والحاجة الباهية الأخرى زادة بالنسبة للحرفاء متاعنا، حطينا بيرسونيل كاليفي وعنده إكسبيريونس معناها كبيرة برشا في الميدان متاع السياحة. نقولوا الحرفاء متاعنا اللي راهو في السيزون معناها البيرسونيل مش يكون ديسبونيبل ليهم 24 ساعة على 24 ساعة، خاطر تعرف الحريف ديما ساعات لا قدر الله يوقع في مشكلة متاع بول ولا متاع روتين في إقامة في حاجة، كلمنا أتو مومون 24 ساعة مش نكونوا ديسبونيبل ليه في أي حاجة يحتاجها. Alors je m'appelle André Castellotti, je suis italien français et heureux d'être en Tunisie, dans ce beau pays où ces gens sont sympathiques, agréables, souriants. Nous avons monté cette agence avec Radia Atia et nous faisons tout pour satisfaire le client et faire venir les Français et les Italiens en Tunisie pour connaître ce beau pays où il y a tant à faire et où la vie est belle.